30% من الاكل اللي احنا بننتجه يوميا في كل العالم بنرميه في القمامة. مظبوط تمام. بيوتنا بتحتل مركز كبير جدا، مش اقل من 15%. الناس كتير ما تعرفش ان المياه برضو تعتبر هدر طعام. طبعا بواقي المياه ممكن نستخدمها في تنظيف التنظيف، نستخدمها كمان مثلا في ري النباتات وري الحدائق والحاجات دي كده. بس عفوا، كيف اني استخدم بواقي المياه؟ ايش قصدك بيها يعني؟ يعني في اوقات كتيره جدا بتبقى عندنا في ازايز المياه اللي احنا بنشربها مياه. طبعا في جزء كبير من المياه ده احنا بنرميه في يعني ما بنشربوش. يعني ممكن الازازه مثلا بقى فيها ربعها، يبقى فيها جزء بسيط منها ما بنكملهاش، نظرا اللي هي مثلا قعدت يوم او قعدت يومين او هكذا. انا عندي في البيت مثلا زوجتي بتاخد بواقي المياه دي بنكوي بيها الهدوم، بتتحط في المكوى. ممكن تحط في المكوى او ممكن نرجع نستخدم نحطها في غلايه المياه، يعني او غلايه المياه مثلا في الطبخ وهكذا. عندنا كمان القشور بتاعه الخضروات اللي احنا بنقشر بيها الخضار والفاكهه، وعلى فكره يعني جزء كبير من الفيتامينات اللي بتبقى موجوده في الفاكهه بتبقى في القشور. قشور حقيقي ممكن استخدمها ان انا اعمل منها صوصات معينه، او اعمل منها مرق، او اعمل منها بهارات خضار. حلو. زي كانها مرقه خضار تتحط مع الشوربه لما اجي اعمل شوربه خضار بعد كده، او ممكن تجفيفها ايضا والاستفاده منها زي قشور البرتقال مثلا. بالظبط. ده انا ممكن كمان اخد كل بواقي الخضار اللي عندي وبواقي الاكل اللي عندي اطلع منه سماد عضوي. لو انا مثلا عندي حديقه صغيره في الفيلا، عندي حديقه صغيره فوق السطح عندي في البيت، او مربي زرع، او عامل حاجه في البلكونه، ممكن باستخدام مكان صغير وبسيط حاليا بيتباعوا بقى. احنا هنتكلم عن السماد ده اكيد في نقطه مهمه، ولكن برضو من الاشياء المهمه وللاسف اللي تهدر بشكل كبير وهي الخبز. الخبز ده يعني وترى بنصرفه بشكل خاطئ، يعني بنحطه للحيوانات وبرضه بنسبب اشياء مشاكل ثانيه في البيئه. يعني وعايز اقول لك انه من اكتر الحاجات او من اكتر الاكل اللي سهل ان انت تعمل له اعاده تدوير بشكل بسيط جدا. يعني ممكن سهل يعني. ممكن مثلا اخد الخبز بعد كده الباقي عندي احمصه احطه على السلطه زي الفتوش. طبعا. زي بقيه السلطه، في سلطه يعني في سلطات كتيره جدا ممكن استخدم فيها الخبز. ممكن اتبله، يعني انا ممكن اتبل الخبز واحمصه مع الزعتر مثلا، مع الزيت او نعمل بقسماط يعني، او اعمله بقسماط مع الفراخ البانيه والحاجات دي وكده. ممكن اعمل من كمان من الخبز اعمل حلويات. ومن البسكوت المتبقي من اعمل حلويات، اعمل بودنج مثلا مع الخبز المتحمص البودر او قطع الخبز، ونحتفظ بيه بشكل مناسب وسهل ان انا احتفظ بيه في الفريزر واطلعه واقطع منه واخد. الوعي، الثقافه، هو الفكره ان احنا لازم نربي الوعي بيننا وبين اولادنا وبين اجيال طالعه جديده.